اليوم حنحكي عن السحور المثالي، ايش وجبة السحور اللي ممكن نحضرها نكون مبسوطين حاسين حالنا عم ناكل، بنفس الوقت حتعطينا الطاقة اللي احنا بحاجة إلها عشان نقدر نكون عنا انتاجية عالية خلال يومنا بالشغل تاني يوم. طب مجد، انا ما بحب اتسحر، لازم اتسحر؟ يفضل انك تتسحر لسببين. السبب الاول للطاقة اللي انت حتكون انت بحاجة إلها لتاني يوم عشان ما تقعد مش مصدق انك انت تضطر تروح البيت عشان تقدر ترتاح. والسبب الثاني، وكلنا احنا بنفضل انه نتسحر عشان سنة وكلنا بحاجة للطاقة اللي احنا بدنا ناخدها من السحور. مشان هيك ايش في اختيارات احنا بنقدر ناكلها او اصناف بنقدر نتناولها على السحور تقدر تعطينا الطاقة اللي احنا بحاجة إلها، ما تعطشنا وبنفس الوقت نكون مبسوطين وخفيفة على المعدة ما نتعب. من أول الاختيارات اللي إحنا بنحب نحكيها اللبن. اللبن غني جداً بالبروتينات اللي هي بتطول فترة الشبع اللي إحنا حاسين فيها لقدام، ما حناكلها ونجوع دايركت، بنفس الوقت حتنزل وتقعد في البطن وتطول شوي عملية الهضم تاعها، فبتكون مريحة على المعدة وإحنا مش متضايقين. طب مجد، إحنا ناكل لبن سادة؟ لا، ما حناكل لبن سادة، بنقدر ندمجها يا أما مع فواكه أو مع تمر. للناس اللي بيحبوا يتسحروا تمر ولبن بيكون ممتاز جداً، 3 لـ7 تمرات بنفس الوقت عم ناخد كاسة لبن. ايش في اختيارات تانية احنا بنقدر ناكلها خصوصا اذا رحنا على الجيم قبل الفطور واحنا مش عارفين شو بدنا نعمل عشان نقدر يكون في عندنا الطاقه الكافيه من وقت السحور؟ بصير ناكل سكر؟ لا، انا مش مع السكريات على وقت الفطور لسببين. السبب الاول، السكريات حترتفع دايركت بعدين حترجع تنزل دغري، حتخلينا نحس بالتعب اللي موجود في عندنا. احنا السبب الثاني انه احنا ما بدنا ناخذ سكريات على السحور لانه حتسبب في عندنا عطش عالي جدا. المشروبات الغازيه، العصائر المحلاه، السكريات، الحلويات، نبتعد عنها عن السحور، نتجه للاكل الغني بالبروتينات، نتجه للشوفان، للحليب، للالبان، للسندويشات والفول، حتحسسنا بالشبع لفتره طويله، بنفس الوقت حتكون خفيفه على المعده، بطيخ وجبنه، هلا موسم البطيخ بنقدر ناكله واحنا مبسوطين مع رغيف خبز وبنكون اخذنا الطاقه اللي احنا بحاجه لها. تسحروا، مفيد جدا، ان شاء الله يكون رمضان سهل علينا كلنا وكلنا طاقه وايجابيه ورمضان كريم عليكم.